وصلنا إلى الحلقة النهائية. كل مدرب اختار صوتين من فريقه علشان ينتقلوا للعرض المباشر النهائي. كل حدا عنده شقفة من قلبه لإله. هيبقى الاختيار في ايد الجمهور فقط. 6 مشتركين يتنافسون مباشرة على الهواء. نور، أشرقت، ماريا، حمزة، جورج ولجاي حيأدوا مباشرة قدامكم على الشاشة الأسبوع اللي جاي. Yes. And the winner is... للفائز دعوة إلى ديزني لاند باريس وتصوير فيديو كليب هناك. The Voice Kids، الحلقة الأخيرة السبت 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.